لما استلعب محمد وعد عبد الوهاب لتأتي لصالح المنتخب البحريني. كما نشاهد معكم الهدف الأول لصالح المنتخب. أيوة. خلال محمد علاء الدين الذي استطاع أن يسجل الهدف الأول لمنتخب قطر. ثم البحريني تسديدة قوية إسماعيل الأسود تصطدم في الدفاع في الدفاع القطري ثم تدخل و. بوسيا كرم بلو. أو كسم قرعة قرعة. بيرع ميشوني أو كتاب بشارة. منتخب البحرين يتوج نفسه بتسجيلة بتسجيلة. وتصور ده هذا كيبر بقرب. الجزاء كما نشاهد معكم في دقيقة 89 من الوقت الأصلي للمباراة. براشد المنتخب البحريني عرف يدخل الشوط الثاني وعرف. فوتو أشور.